هلو يس هاني انا هس كملت هلو هاني وين هو سبيكين؟ ايه ما فيك من انت؟ تمام شوف بس انت منو صلاح؟ وبيت حريرتي من زين منو صلاح؟ خالدي والنعم بس انت وين؟ شنو في الصالون؟ ايوه شنو؟ شنو؟ من زمان؟ ايه وين مكانك الحين؟ صلاح انت وين؟ حدودي وين؟ انا ما اعرف الكلام. شكرا شكرا. سكر تخلص كده شو خالد. صباح الخير اخي. يعني خير الدواء بلاك ما مسوي لي سالفه. ما سوى اكله سوى اليوم ما بيومه يوم ال يوم ال يوم السبت ما يجي فالياي ما له خاطر في الياي فلذلك مبين. ليش ما تبت اليوم؟ لا انت امس الباص امس الجمعه ما جيت. لا ممكن ما انت في اليوم السبت السبت ان شاء الله بتينا الاحد يعني بكره. ايه جوه بديه الاحد او ايش بديه انت على حبيبي ايش شو اصبحت انت؟ تمام خير تمام وايد لك شويه احنا لا الحمد لله تستاهل يا صلاح. ولكم الفيفاي قطعناه هاك اللي هاك يوم خبرتكم عنه. قطعنا الفيفاي على كبر رايب. نحن نسوي الفيفاي نمونتين، نمون نسوي آتشار هندي والنمون الثاني ننصفه نصيفتين والنص الثاني نسوي آتشار عربي. الآتشار العربي نفس طريقة نسويته على همبة، نسويته على لومي، نسويته على فيفاي. الفيفاي ضروري يكون قض، شرات الهمبة القض حدال. إذا ما تسوي على همبة غض قد يطعمه حلو. والفيفاي كذا الأمثال لازم ما يكون تمكنت فيه نسبة السكريات ما بلغ، لازم يكون قض قض بالقو خضر مثل اللومي الخضر. فلذلك بعد احنا بنربيكم طريقة إن شاء الله اللي هو أتشار الفيفاي الغض إن شاء الله. كل سنة نحن نسوي. العام ما صورناه، العام صورنا بس مال الفيفا. حار ضو يدخن خليه يبرد. زين اعطني مفتاح. نعم جيب المفتاح بليز بليز. هلو مفتاح بليز. جيب المفتاح. مفتاح سيارك؟ لا عادي. سيارك هاي؟ تسير واحد. لا ما بواحد، الله واحد. جيب المفتاح. جد بايك الهوي. الحين جيب. دواركا. شيل المفتاح أنا. ليش واي؟ المفتاح ما بسيارك. جيب المفتاح أنا. صلاح. ها شيطان. لا حرام. جي عطني عيد المفتاح. ما بمالك ما عارف سيارك. بيصبون بيا بترول. بيصبون بترول صلاح. الفلوس من وين حق الحلاق؟ البيت. من وين من وين وين جايات انك الفلوس؟ من وين؟ منو عاطنك فلوس حق الحلاق؟ من وين؟ من وين؟ الفلوس منو عاطنك اياهن؟ منو؟ شو بيسمعني؟ الفلوس انت ما تصير ويا خدي الحلاق؟ الفلوس من وين؟
اللي حق الحلاق. أمانة. من وين؟ هدية. يا خدي عطني فلوس. نوما. ليش ما تقول؟ ما يقول. أمانة. أنت بعبينهم هاي اللي يعطونهم الشيء ويصخون يختلون. لا دمي وحصل شيء يقول مشكورين بار شو هذا باع باع يقول شكرا بارك الله فيكم شكرا شو هذا باع باع ماله هو ما تعرفون ترى حفيظ ابوي توكل على الله وسافر بلاده واليوم عندنا ابوي خدمة الفيفاي هذا فيفاي وطريقة خدمته هاي فتشون اول بادي الغراش مثثات مغسلات مروحات وغاديات يلقن وحين بنرويكم طريقة خدمة آتشار الفيفاي الغض وكلنا خدامك يا البرمة الريال منا والحرمة عشو شباب أول بادي نكود نص كمية الفيفاي في الغراش نص الكمية نص الكمية نحطها في الغراش وعقب نحط عليها الدويات اللي هي فلفل أسود وفلفل حمر فلفل حمر بعد بطوالة منقير هذا بارد وهذا حار وسويدة وفلفل حمر مبروش وهذا الكربت الهندي أنا أحبه هذا ضروري أنا أحبه على كل حال ولي ليلان هذا كله ينحط بمقادير معينة لكن قبل هذا كله كل هذا أبوي ينزخ وينغسل وينهب ويتيبس ويتروح وعقب ينحط في الجون بنرويكم طريقة استعماله إن شاء الله عاد نوزع الأغراض داخل في غراش الآشام من بعد ما هن يكون مناصفات بس مناصفات لازم عسب بخلاف نحط الكمية الباجية نحط الكربتة ونحط الفلفل البارد هذا بطوالة ونحط الفلفل الحار هذا كل غرشة يعني طفة تقريبا ونرد نحط في كل غرشة خاشوقتين ملح خاشوقة يليلان خاشوقة فلفل أسود خاشوقة سويدة خاشوقة فلفل مبروش هذا اللي تشوفونه هازموا كلن بويدور على دور مدار نفسها على هالمنوال عاشوا عاشوا البنات ياركن الله ياركن الله ياركن الله دواركا yes, I can't hear you نعم سا هي ما شاء الله عليك يلا تعرفون شو تذكرت تعرف المطعم مال سوشي هالي سير شي يحوط عليه الأكل شي هاي البصر شلها أتوقع نفس الفكرة ولا أنا غلطان على ما تشوفون how many spoon ملح one and make it two عشان ما يستوي خربان يا رب الله يا رب الله يا دوارك يا رب الله يا رب الله بسم الله عليك الله الرحمن الرحيم لا 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 ما بلازم تدون عادي مزرون الغراش من يد ويديد على ما تشوفون يدبون هاللين عينها عشو 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 شباب عشو شباب ترى هذا مش بلزنس هذا ما بالبيع للتحرم مال البيع هذا لمن يرغب من القبائل هاي اليوم يقول لك بغاية هاي هي البغاية اللي يطرونها هذه هي البغايا هذا مب للبيع اللي للبيع البزرات والدهنات اي ولا ابوي هذا ابوي لمن يرقب من القبائل هذا تشوفون ويتخلى ابوي ما تحت الشمس مباشره لا يتخلى وين الحمو في ظله لكن في واهي خاري حطيته في الشمس اسود غدا بلاكي غدا بلاكي لا يحطونه طاعت عماركم في تحت ظله لكن في خاري عشان ما يغدي اسود الحين طالت عماركم هي متروس الحين طالت عماركم ابدا نصب عليه الخل ويستحسن الخل الحولي نوجد الخل الحولي يكون اخير ويندب ابوي لين عينه يلا عد دوارك يلا انقفضي يلا منت ونيه على ما تشوفون يدبونها لين عين الغراش لازم لين العين مره ويردون عقب يومين ترى يتشرب هي كويكلي يلا يردون خلاف ويزايدونه لازم يردون ويزايدونه
شلجل لان الدويات تتشرب السنوت والليلان والاشياء هي كلها بوت تتشرب. عاده يستوي الاغلاق وباحكام. يلا كويكلي كويكلي يلا نقفض 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 عشان بنات عشان يلا يلا الحين عاده ايوه ها الحين هنمون فوق تحت يجولبون السامات زين ما زين ايوه فوق تحت يجولبون فوق تحت اشوف شومي ايوه الحين تخالط رقم واحد ها لازم بهالطريقه يباله عاده اسبوع اسبوعين عشرة ايام من تصير وتلين الحبة هاي حبة الفيفاي بس خلاص غايته دخلوه في مكان براد حنمونه بخار بارد في كنديشن ما خلوه يدور عليه دهر شوفي ها يرد تردين عقب طالعين السماء ها قاصر ما بقاصر شوفي this is full this is not full this is full بعد ما تري لازم يسوي قاصر open it and fill it up خل نو يا بيال حسس خل خل فرم دابوت خل خلت الدار منت يا الله خل روح ريها قبل ري الغرشة ريها شيك 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 like that ايه يلا yes anything less but يلا ايه fill it up up انت الاب كوكري عادة ان شاء الله بس يلا عشان البنات يلا all of them anyone let's make it top full ايوه hey hey this is also need hey make it full جايين جماعة من هالليوة جايين ابوي جايبين رطبانها وياهم والحين بستوي مزامط ابوي رطبكم انتوا عاد ابو رطب مزارع انا رطب بيت من طرف بيت فرق بوي بين اللي رطبه طرف بيت والمزارع هذا بوي من مزارع محمد علي مصبح الكندي المرار ما شاء الله ما شاء الله بصلي لا الحاي ما بتيلس بصلي بديت خشمي انزين اقول لك ليش سموه الحاي الحاي هو ابوي رويسه هالنمون لازم ها سي ثرو شفت شيء على ما قالوا المصريين عجبك ها جماعة حين اللي عندي خبرتكم أبويايين من الغربية هذا محمد علي مصبح الكندي المرار والله مليون مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم سهلة إيش حالك الله يسلمك يا مرحبا إيش هالإنتاج الطيب إنتاجكم طيب فوق عن الطيب يا الله يبارك كل شيء خاص تستاهل يعلك تسلم يعلك تسلم هذا الرجال اللي وياك منو هذا المهندس حسام حسام من هالوين هذا؟ هذا طال عمرك من هذا الظافر الظافر منصوري؟ لا محسوب علينا هو الحين خلاص مرحبا أبو وسهلا يا مرحبا أكيد زبان عندكم؟ نوع حسام؟ إيه؟ صديق ما شاء الله ما شاء الله مرسى مطروح أنا من السعيد من بني سويف بس ورصنا في أي مكان يعني مرحبا أبو وسهلا وهالرجال منو يا عدالة؟ سعيد الحمادي مرحبا أبو عسكور مرحبا مرحبا والله أقول لك هذا الفنان منو؟ محمد خالد المنصوري والله مليار والنعم والله يسوى زحمة أمس في دبي مول ها؟ سوى زحمة سوى زحمة يا رجال هذا منو الحاي هذا رجال؟ خميس خميس هذا خميس ولا الحاي؟ خميس والحاي اسمه خميس ولا الحاي؟ والله هالاسمين هو الدارج الحاي الدارج الحاي ها من هال الخزنة ها الخزنة نعم هي خيالية نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما زينه يا أبوكم فنان نحن من الصبح منزلين أكثر عن سناب من أول ما يقول الجماعة يا غير امتسح تآزم شاير لا هو اللي قابض الإرسال الفورجي ولا هو اللي قابض الواي فاي شو تبين دواركا؟ Oh, thanks, kissing. This one is from Manar. Okay, give it to that man. The good looking man. Thank you, دواركا. الشيبة شو رأيك في الشيبة؟ الحاي شو رأيك في الأول المول اللي توك تطريه؟ حلو.
اول ما استوت المولات في دبي. لا بقول الاول استوى المول الغرير. غرير قال عقب الغرير ما بيستوي مول، استوى برجمان. هي عقب برجمان قلنا ما بيستوي مول، استوى سيتي سنتر. عقب سيتي سنتر استوى الامارات مول، ما شاء الله الحين دبي مول. الله يبارك. شفت والله عليك؟ نعم اللهم لك الشكر والحمد. اي والله من ازدهار الى ازدهار. نعم. كل من يا شيء الى ان الشيء الثاني غطى عليه. نعم. كل شيء ما بالله يغطي يم عاليه. نعم. يم عاليه غير هذاك يحافظ على مستواه. نعم. يحافظ بعد مركز الغرير يقول لك سوي تجديدات وعدله وزينه. نعم. وكان وما زال ما شاء الله. نعم. شغالين. الله امين يا رب العالمين. امين. بن عاد ها؟ What you said? شو؟ والله ترى صليه والله انها عذاب عذاب دين تزقرها ودين تتوايب ابغى بربك لي خارج انك ولكم اللي ترى ينحط في الماء ويا الثلج يوم يتودن في رطب ما بمورد ينحط الله يسلمكم مزهر 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 هذا مثل ما الورد لكن هذا مركز اكثر يحطون ربع فنيان في طاسة الغسول وكبرها وتازم ريحة الرطبة ترد شرات ريحة الورد يوم بتقرمها بتقرضها في تحت الضرس وطعمها روحه له 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 نوخة وله مزة يختلف طعم رطب روحه فنان ما بالك حطيت له تطعيم ورد شو خليت هي والله هل تشوف الحين كل ما حطيت يك وأظهرت لك بسرة ولا أنك ودك تأكل بسرة الثاني على هالمنوال يا الله يا رب دوم هالنعمة تحفظها بالزوال هذا اللي زار خالد الخامس مستر خالدي اليوم اليوم الهي 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 يا شامبي والله ين شو خلاص شو خلاص تتبع يستوي خلاص سرعة يعني أنا انتظر واحد سنة حينه حق أنت بس لهالنمونة الخراف يا شامبي اسميك أنت مشكلة مشكلة كبيرة أنت شامبي أبوك أنا مهبر ها إيه تابوك كله لين خلاص لا دي خلي يجيب لا تابوك فيه إنزين مش أنا هناك باندت إنزين يلا يلا إيه الأمور طيبة مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور علومكم وكيف انتم انا بخير وسهاله وكل شيء زين الحمد لله تفقد ابوي احوال الزراعه زراعه طيبه وان شاء الله الحول بتكون اطيب واخير كل من وقت يزين الشيء ويعتدل والدنيا مطرجه اول يوم نخرف منها ما تخرفنا منها اول مره تبشر وسر التغيير ترد على شهله شرات اللون الزهري شوف سبحان الله اول مره خارج منها ما شاء الله شيء وحده هنتين شيء وحده هنتين شيء من فيها ما شاء الله لونها يرد على لون الزهر زهري ما شاء الله شيء رطبه رطبتين واحد وهنتين في كل مكان تحصل الحمد لله كتب شوره يعني ما شاء الله طال كم من حبه الاول يوم حياته ما يا باجي اول ما يقيل شيء عندي كان هالويميه والهنيبيه اربع بهجداها اول من ياكل التبشوره هي قبل ينا قبل كل حد سبحانك يا رب ما الله 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 يغفر لها ان شاء الله يغفر لها لامهاتنا امهات المسلمين اجمعين يا رب العالمين هي والله يا لها الجنه يا رب العالمين الله يرحمها يرحم امهاتنا وابهاتنا وذريتكم اجمعين يا رب العالمين حفظكم ويخلف علينا بالخلف الصالح اي نعم ما شاء الله ان شاء الله مسوي كم من حبه يعني اربع او خمس حبات مسوي زينات الحمد لله نعم أقول لكم لونها غريب اللي خلاني أخرف قدامكم أرويكم اللون اللون روحه غريب أنا ما شفت عندنا هنخر أول مرة ترى هتقيض ما طلعت من قبل هاي أول مرة
بكر هاي حد جاي تذم عند حد ناصحني يحافظ عليه. حد هذا ابوي حد محب. هاي صار مثل المحبين اسمها. صار مثل المحبين. ود بالشيء الزين اللي القطع عندي يفرد بحبه الصاحب الصديق. مشكور يلي اعطيتنا هالصر ما يندرابك منو نسيتك. بعد ما غير نمونه. ما اتذكر انسى كبوبل. بتقولوا لي كد اشتريت ما كد اشتريت انا واحد عم بيشتري. ما اشتري. ما يعيبني بيشتر يعيبني ابوي كل ما بلاش. طالت عماركم جاء انا ما يلي. هذه طالت عماركم يسمونها مسعودية. انا الخبر تو الحين لنك هذه اللي تشوفونها يسمونها اهل السعودية قطيفية حساوية حلاو ابيض. هي يسمون حلاو ابيض. هذه يسمون حلاو ابيض قطيفية من دخلها الحساء. وهلم الساهج يسمونها غندة من كثر حلاوة بسلتها من كثر ما هي حلوة يسمونها غندة. وهي بالأصل حلاو أبيض. الأصل حلاو أبيض طرفها شوية تلحقه شوية نوع من الشهالة. هي اللون أشهل ولكن قند شكر ريج ما أبالغ. نعم تبارك الرحمن. تحت الضرس وانت تقرضها. طعام انت صغيرونه في القراض. ها كأنك تقرض ناريل. نعم وحلوة. يا مرحبا يا يدك انت خميس. يا حافظ على زين الرميثات. واخذ زين الرميثات كلها حليلة. كلكم انتم اني ما ظهرت من البيت منيت البارحة منضويت من دبي ولا احترقت شبر ولا فلحني الباب. سبحان الله يا اخي يوم تجلس البيت كأنك جالس في الدنيا كلها. ما شيء يا اخي من جلس في نص حلك وعيالك وبيتك وزراعك وطالع سار والياي. يعني هذا روح انجاز عظيم لله الحمد. يعني الله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. هذا الشيء اللي نحن عايشينه وايدين مفتقدينه. وايد الدول اللي مفتقرة هذا الشيء. الإحساس بالراحة والأمان في نص بيتك تسير وثي بيبان الطلقة بسيايرك ما حد يحرجن حلالك محفوظ عيالك عرضك. هاي نعمة يبالها حمد الشكر. يجب على الإنسان أن يوقف ويحط 600 خط. نعم بيحط 600 خط وخط تحت هالكلام. نحن نعيش في شيء كثير من البلدان تفتقره. فلله الحمد والشكر والمنة والحمد لله. يعلى الله يحفظ حكومتنا ويحفظ حكامنا ولاة أمرنا اللي مهيئين لسبل الراحة والعيش الرغيد والراحة والطمأنينة الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. كلمني شخص اسمه تركي السناني. هب كلمني طرش لي رسالة محتواها سؤال. والسؤال عادي. لا مش سؤال عادي. استغربت من السؤال. سؤاله كيف يا خالد تعلمت الشيء الفلاني. يعني سؤاله كان غريب بالنسبة لي أنا. كيف تعلمت الشيء الفلاني. يوم يسألني عن لاتشار هذا كيف تعلمت؟ قلت له أنت متأكد من صيغة السؤال؟ قال نعم متأكد. هكذا في المراسل والله أني وقفت وأنا ظاهر من سيارة ساعة. قلت له مفروض تسألني شو الطريقة أو شو المكونات. قال لا كيف تعلمت. قلت له هل معقول أني بقول لك كيف تعلمت؟ قال نعم وأنا قاصد. قلت له كيف بيني وبينك شفت السؤال يعني ما عيبني فحبيت أني أستفسر منه مرة ثانية. فالمهم سألته مرة ثانية قال لي أقصد
أقصد أنك لازم تخبر الناس كيف أنت وصلت إلى هالمرحلة. في البحر تعرف، في البر تعرف، في الأزياء تعرف، في الطب تعرف، في العلاج الطبيعي تعرف، في الزراعة تعرف، في كل شيء. ما في شيء في الدنيا إلا أنت تعرف فيه وناجح ولله الحمد. لازم تخبر الناس كيف أنت وصلت إلى هالمرحلة. فعقب أيقنت أنه صح، وأنا تسرعت بحكمي عليه أني قلت في خاطري شو حد يسأل الناس حد هالسؤال. المهم حبيت أجاوب على العام، قلت له قال لي أرجوك أنك تجاوب على العام. جوابي أن الإنسان تعلمه الدنيا اللي رابي في بيئتنا فبداء خاص من الآباء والأمهات يعلمون عيالهم على كل كبيرة وصغيرة، من تراث، من أكل، من شرب، من مرايل، من خدمة، من زراعة، من سيرة، من يجي، لا يحتكرون الشيء هذا فقط لأنفسهم. هذا جيل ساير، نحن جيل سايرين، الباجين الحين هاي هذا اللي هم اللي عليهم الركيزة وعليهم الانتباه. فيجب على كل أب وكل أم، كل ولي أمر أنه يهتم بعياله وعيال إخوانه وأحفاده، يعلمهم إيش قايل خدمة الغزول، إيش قايل يخلبون النخل، إيش قايل يسفون، إيش قايل ركوب الخيل، كل شيء كبير وصغير، الطبخ، الأكل، النفاخ، كل كبير وصغير. فلا يستهان في أي مهرة من أو أي خدمة من خدمة الخدمة الأولية، بيتغمضون عليها عقب وأحساس وأغماض ويا ليت اللي صار ما كان. لا، لازم هالأشياء تعلمونها عيالكم، حتى لو ولدك إن شاء الله يكون بيدخل هندسة مكوك طيران، لازم يقبض حرفة يدوية، شيء يدوي يعرف روحه يخدمه، يعرف روحه ينجزه، روحه يسويه، حتى لو شيء بسيط، حتى لو تعلمي خرف. اللي ما يعرف الخراف تعلمه طريقة الخراف، طريقة كيف يفسل النخلة، كيف ينبت، كيف يذبح، كيف يصلخ، بتعلمه طريقة كيف يحلب الناقة، كيف يدق بيت الشعر، كيف وايد أشياء، وايد ضروري 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 على كل حال. اي نعم، تعلم ولدك، تعلم ولد ولدك، تعلم أخوك، لازم هذه من العادات والتقاليد، ولازم تتم الإنسان متقبض فيها، يعلم عياله وعيال عياله. على كل حال لا يستهان في هالمواضيع. فيزاه الله خير هالرجال تركي السناني، يعني بيني وبينكم أحرجني بسؤاله. فهذا قال لي هاي وصية أبو محمد، خبر متابعينك إنهم ينفذونها. قال حين الناس تشوفك أنت كل شيء تعرف، بيقولون ما علي، لكن كيف أنت تعلمت هالشيء؟ سمعتوا اللي يقولك والله تعلم هذا الشيء، خذها زندية، أنا عندي طموح من يوم أنا ياهل، كل شيء أشوفه أحب أتعلمه في كل شيء، أمور الدنيا كلها من كبيرة وصغيرة، في الرياضة، في العلم، في السفر، في الغربة، في التاريخ، في السيرة، في اليي، في سيرات وييّاتي ويحيات الوالد ويحيات الوالد الأول في الغربة، أجلس بالست شهور، بالخمسة شهور، بالثلاثة شهور في الغربة، فلدرست على عرب وايدة في الغربة وتعرفت طريقتهم من كل بلاد، فلذلك تلقطوا صداقاتي في جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء العالم عندي صداقات كثيرة، مش صداقات السناب، صداقات السناب أمس واليوم، أنا عندي الصداقات والعلاقات هاي من السبعينات في سير ويي، ولد العرب كلها، ولد الناس كلها، وصديق الناس كلها، فلذلك تلقطني مترابط ويا العالم كلها، وتعلمت منهم وتعلموا مني. أنا سنة 79 معلم مستر جيمس ومسز جيمس، هاي اللي كنت أدرس في بيتهم عندهم في السكن، السكن كنت في إيسبون في لندن سنة 79. أنا ساير، هم علموني شيء وأنا علمتهم شيء، علموني إيش قال يخدمون المربى مال التفاح، وأنا علمتهم إيش قال يخدمون الكباب. اسم أبو العائلة مستر جيمس، والحرمة مسز جيمس، وعندهم كل اسمه كيم، هي والله، وعندهم بنية وحدة، هي والله أحيدهم، هي والله مساكين مسلين. ويوم عرّاويتهم شكال يخدموا الكبار، يس مستر خالد this is بانكيك. قلت يا عيال الحيرة ثارهم يعرف يسمونه بانكيك من آلاف السنين. قلت لا، بانكيك هاك الغليظ، نحن هذا بس متعلم وفقارة.
هذا رجال الله يحفظكم كان يتمرن داخل واشوف اقول في خاطري هذا بلاتي مخيس النفس الحين وانا ظاهر روح يا وسلم علي عاد اقول له قلت في خاطري الحمد لله انه يعني طلعت اني انا ظالم منه هذا والله وقت التمرين ما نكلم اي حد شوف انت اي نعم ما شاء الله عليك تشوفه الله يحفظك يحفظك باقي خلنا نسلم عليك يا طويل العمر خل انا منك طال عمرك نصور وياك ابرك كم ساعه ساعتنا ابرك هذا انت ما شاء الله انت يا ابوك بكبرك فنان ما شاء الله عليك من هالعين هنا الله يبارك في عيالك ايش يبين بالعين هي دم هالعين الله يبارك